بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللقاء في هذه الورقة عن البدائل المطبقة للمشتقات المالية في المصارف الإسلامية. وباختصار قبل أن ندخل في هذه البدائل، البدائل صدر عدد من قرارات المجامع الفقهية بمنع المشتقات المالية، وهي باختصار تتلخص في ثلاثة عقود ومركباتها: عقود المستقبليات، وعقود الآجلة، وعقود الخيارات، أو ما يسمى الفوروردز والفيوتشرز السوابس وأوبشنز. هذه المشتقات المالية لما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنعها، قرار سابق عرضه أخي الكريم الدكتور العياشي، اجتهدت المصارف الإسلامية في إيجاد بدائل تغنيها عن تطبيق المشتقات المالية التقليدية الممنوعة، وأوجدت بعض البدائل القائمة على صيغ مشروعة. هذا البحث يركز على بدائل المشتقات المالية وليس على صيغ التحوط عموما، لأن التحوط منه أدوات عامة كاستثمار في عملة ما، أو استثمار في نشاط ما، أو التنويع في محفظة الاستثمارات، هذه أدوات تحوط عامة. لكن المراد هنا المشتقات المالية التي ذكرتها الأربعة أو الثلاث، وما يتركب منها وما أوجد لها من بدائل في المصرفية الإسلامية. هذه البدائل مطبقة في أغلب المصارف السعودية التي تتبنى النهج المصرفي الإسلامي، سواء كانت هذه المصارف السعودية مصارف إسلامية بالكامل أو نوافذ إسلامية، كما أنها تطبق في أغلب المصارف ذات النوافذ الإسلامية الموجودة في الإمارات والموجودة في بلدان الخليج عموما والموجودة في ماليزيا. فحاولت استقراء ما طرح على أنه بديل في عموما المصارف الإسلامية في العالم عموما، فوصلت في هذه الدراسة الاستقرائية إلى أن المصارف الإسلامية ابتكرت 10 بدائل تطبق كبديل عن المشتقات المالية التقليدية التي منعها مجمع الفقه الإسلامي. هذه 10 بدائل سوف أعرضها الآن. الورقة ليست مخصصة لدراستها بالنقد والتقويم، وإنما هي دراسة استقرائية محضة للعرض بين أيدي مشايخنا الفضلاء الكرام. وقد قدمتها الورقة هذه في ندوة تمهيدية لمجمع الفقه الإسلامي حتى يصدر المجمع الفقه الإسلامي قرارا بشأن هذا الأمر. هي دراسة استقرائية محضة وليست دراسة نقدية ولا تقويمية. أولا إخواني، ترى هذا ما يمشي، الإخوة الكرام اللي في العرض هذا لا يتحرك. أيوه طيب، الآن أول معاملة نريد أن نتحدث عنها، نعم، هي بدائل الصرف الآجل. هناك معاملة في المشتقات المالية التقليدية وهي الصرف المؤجل، يتفق طرفان، الطرف الأول على أن يبيع مثلا يورو مقابل دولار، يتم التسليم والاستلام بعد سنة مثلا، ويكون السعر مثلا يدفع دولار أو يورو واحد مقابل دولارين مثلا بعد سنة. فهذه المعاملة معاملة صرف ممنوعة، لأنها تندرج في الربا، ربا النسيئة، وهو عدم التقابض في المجلس، وصدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنعها في قرار المتعلق بالأسواق المالية. هناك 6 بدائل في المصرفية الإسلامية لهذه المعاملة. إذا احتاجت تطبق هذه البدائل 6 لغرضين: الغرض الأول احتياج تحوط من مخاطر، الغرض الثاني هو الاحتياج مضاربة على الأسعار، مضاربة محضة على الأسعار. طبعا بعض المصارف الإسلامية تقدم الخيارين، بعض المصارف الإسلامية تقدم الخيار الأول، وهكذا بعض المصارف الإسلامية تقدم خيار المضاربة لعملائها ولا تقوم هي به. لكن الموجود في المصارف الإسلامية أن هذه البدائل 6 تطبق لأجل الغرضين جميعا، سواء كان تحوطا أو كان تربحا من فروق الأسعار. البديل الأول المواعدة الملزمة من طرفين على صرف مستقبلي. بدل أن يتعاقد الطرفان على صرف مؤجل، يقول الطرف الأول أعدك وعدا ملزما بالدخول في صرف حال مستقبلي بعد سنة بهذه القيمة، يورو مقابل دولارين، فأنا أبيعك اليورو وأنت تشتري اليورو وتبيعني الدولار. يقول الطرف الآخر وأنا أعدك وعدا ملزما بالدخول في هذه المعاملة. فهناك مواعدة ملزمة من الطرفين على الدخول في صرف مستقبلي
على الدخول، لا نقول في صرف مستقبلي، هم يقولون على الدخول في صرف حال في وقت مؤجل مستقبلي بعد سنة. فإذا جاء بعد السنة تعاقدوا عقدا باتا، زعموا أنه حال في ذلك الحين، وأن المواعدة المتقدمة ليست إلا تمهيدا له. هذا هو البديل الأول القائم على المواعدة الملزمة من طرفين على صرف في وقت في المستقبل. البديل الثاني: وعدان متقابلان بشروط مختلفة على صرف في وقت مستقبلي. تقوم هذه الفكرة على أساس أن هناك بعض الهيئات الشرعية تمنع المواعدة الملزمة من طرفين على صرف مستقبلي، فيقومون بإجراء ما يسمى بالوعود المتقابلة. الآن إذا أراد الطرفان أن يقوموا بمعاملة صرف في المستقبل، اليورو بدولارين بعد سنة، فإذا جاء وقت تطبيق المعاملة قطعا سيكون هناك أحدهما رابح والآخر خاسر باعتبار قيمة السوق حينئذ. فإن كانت قيمة السوق حينئذ أن اليورو يساوي 3 دولارات، كان صاحب الدولار خسرانا. وإن كان السعر في ذلك الحين أن اليورو يساوي دولارا واحدا، كان صاحب الدولار رابحا، وهكذا. إذن يقول يقوم هذا البديل على الأساس الآتي: ما دام أن إذا جاء ذلك اليوم أحد طرفي المعاملة مقارنة بأسعار السوق أحدهما رابح والآخر خاسر، يقولون إن كل طرف يقدم للآخر وعدا بالدخول والالتزام بإجراء هذه المعاملة حال كونه في خسارة، وأما إذا كان رابحا فإنه لا يلتزم بإجراء هذه المعاملة. إذن يقول الطرف الأول: أنا أعدك بأن أبيعك يورو مقابل دولارين في حال كون سعر الصرف ليس في صالحي، أما إذا كان في صالحي فأنا لا أعد بشيء. الطرف الآخر يقول: أنا أعدك في الحالة العكسية التي يكون فيها سعر الصرف ليس في صالحي، أعدك بإجراء هذه المعاملة. إذن هذه الصورة حاولت أنها تتخلص من المواعدة الملزمة بين طرفي العقد بوعدين متقابلين، فالطرف الخاسر في ذلك الحين كان قد أصدر وعدا أنه حال الخسارة يلتزم، حال الربح لا نريد منه وعدا لأنه هو المستحق، هو صاحب الحق، نريد الوعد من الطرف الآخر في المعاملة. إذا نفترض أن طرف ألف وباء، ألف لما جاءت المعاملة كان خاسرا، كان قد أصدر وعدا أنه حال الخسارة ملتزم، لكن في حال ربحه لا نحتاج منه إلى إصدار وعد. من الذي يحتاج إلى إصدار وعد؟ هو طرف باء. فلذلك طرف باء أصدر وعدا أنه إذا كان خسرانا أو خاسرا يلتزم بإجراء المعاملة، طرف ألف يلتزم أنه إذا كان هو الخاسر يلتزم بإجراء هذا الصرف وإجراء هذه المعاملة في المستقبل. ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه سوف تجرى المعاملة في المستقبل إما بهذا الوعد وإما بهذا الوعد. ولكن من قرر هذا البديل يقول إنه ليس من قبيل المواعدة الملزمة، بل من قبيل وعد ملزم من طرف واحد بشروط محددة، قابله وعد ملزم من الطرف الآخر بشروط مختلفة، لأنه هذا سيطبق في حال خسارة هذا وهذا سيطبق في حال خسارة هذا. البديل الثالث: الإيجاب الممتد. فكرة هذا البديل تقوم على أن يقوم، وهو كذلك باعتبار أن بعض الهيئات الشرعية تمنع الوعد المواعدة الملزمة من طرفين، فيقول إن الطرف الأول يصدر إيجابا ممتدا بإجراء عقد صرف حال متى ما قبل الطرف الآخر. فيقول الطرف الأول للطرف الثاني: بعتك مثلا 100 يورو مقابل 200 دولار، وهذا الإيجاب يمتد لمدة سنة، ملزم عليه لمدة سنة. فيقول الطرف الآخر: وأنا أعد وعدا ملزما بأنه خلال هذه السنة أو في نهاية السنة أن أصدر قبولا، ولكن لا أصدر القبول الآن. فالطرف الأول ملزم باعتبار أنه قد أصدر إيجابا ممتدا، والطرف الثاني ملزم باعتبار أنه قد أصدر وعدا ملزما. وهذه الطريقة يعني حاول أصحابها أن يخرجوا بها من المواعدة الملزمة،
فبدل أن يوجدوا أو يوقعوا وعدا ملزما من الطرفين وهو المواعدة الملزمة، قالوا أحد الطرفين يصدر إيجابا والآخر لا يصدر قبولا، وإنما يصدر وعدا بالقبول الذي سيصدر منه بعد سنة أو بعد 6 أشهر. طبعا هذا الإيجاب يمتد خارج مجلس العقد، يمتد خارج مجلس العقد لمدة 1 سنة. المعاملة الرابعة هو إجراء معاملتي تورق متقابلة. وصورة هذه المعاملة أن الطرفين لما أرادا المصارفة بين 1000 يورو و2000 دولار في المستقبل بعد سنة ومنعوا من ذلك، فإنهما يستبدلان ذلك بإجراء معاملتي تورق آنية يكون ثمرة المعاملة الأولى التزام الطرف الأول بتسديد دين التورق البالغ 1000 يورو، ويكون ثمرة المعاملة الثانية التزام الطرف الثاني بسداد دين التورق البالغ 2000 دولار بعد سنة. فهي معاملة تورق مربوطة، بحيث أن المعاملة التورق الأولى تنتج لنا دينا قدره 1000 يورو، والمعاملة الثانية تنتج لنا على الطرف الآخر دينا مقداره 1000 دولار، كل منهما يسدده بعد سنة. فهذه المعاملة خرجت عن صورة الصرف إلى صورة معاملات التورق، ثم في ذلك الحين إما أن تجري مقاصة وإما أن يجري دفع من الطرفين كل واحد منهما للآخر. هنا تحقق لهما الغرض، وهو أن كل واحد منهما قد دفع ما يريد من الدولارات وأخذ ما يريد من اليورو، سواء ولا يهم عند المصرفي أن يكون ما دفعه أو أخذه قد أخذه أو دفعه باسم عقد الصرف أو باسم عقد التورق. المهم أن عقد التورق هذين أنتجا لنا معاملة صرف مستقبلية، أو أنتجا لنا بديلا عن معاملة الصرف المستقبل. البديل الخامس هو مواعدة ملزمة من طرفين على إجراء معاملة مرابحة أو وضيعة في يوم الصرف الآجل المستقبلي. هذا البديل يقوم على أن يتواعد الطرفان على أن يجريا مرابحة في المستقبل أو وضيعة بينهما، فيقولان سوف ننظر المؤشر لليورو والدولار بعد سنة، فإذا كنا قد أجرينا معاملة صرف آجل تقليدية فبعد سنة سيكون أحد الطرفين رابحا والآخر خاسرا بقدر معين، هذا القدر المعين نأخذه حسابيا ونجعله ربح مرابحة في معاملة تورق في ذلك الحين. فإذا جاء ذلك اليوم أجروا معاملة مرابحة أو تورق حالية آنية مباشرة، يشتري فيها الطرف الأول سلعا ويبيع على الطرف الثاني، والطرف الثاني يسيلها في السوق مباشرة ويسدد ثمنها مباشرة في الحال، يعني لا يوجد فيها آجل. معاملة تورق ليست هي لا تسمى تورق، لأن التورق يقتضي أجلا، وإنما هي معاملة مرابحة في الأصح، معاملة مرابحة لأن لا يوجد فيها أجل. لكن ما هو ربح المرابحة؟ يقولون ربح المرابحة هو المؤشر الذي ينتجه لنا معاملة الفورورد الآجل أو الصرف الآجل. فإذا كان الربح قدره مثلا 100 دولار فإننا نجري مرابحة تستحق فيها 100 دولار، إذا كان وفقا للصرف الآجل التقليدي أنت خسران 100 دولار فإننا نجري معاملة وضيعة تخسر فيها 100 دولار على أي سلعة كانت، لا تهم السلعة لأنها سوف تباع مباشرة. المهم هو تحقيق ربح بهذا القدر في معاملة المرابحة أو معاملة الوضيعة، ويكون هذا بمواعدة ملزمة. الصورة السادسة أو البديل السادس المطروح هو وعدان متقابلان بإجراء بشروط مختلفة على إجراء معاملة مرابحة أو وضيعة في يوم الصرف الآجل المستقبلي بعد سنة، وتكون هذه المرابحة أو الوضيعة ربحها أو خسارتها بقدر ربح أو خسارة مؤشر الصرف المستقبلي. هذا البديل السادس مطابق للبديل الخامس، إلا أن البديل الخامس قائم على مواعدة ملزمة من طرفين، وأما البديل السادس فهو قائم على وعدين متقابلين، هذا يلتزم بإجراء العقد والدخول فيه في حال خسارته هو، أما في حال ربحه فلا يلتزم بشيء لأننا لا نحتاج أن يلتزم بشيء، وإنما يلتزم الطرف الآخر أنه في حال خسارته هو الطرف الآخر فإنه يجري هذه المعاملة، وأما في حال ربحه فإنه سوف يطالب الطرف الأول بإجراء المرابحة. هذا باختصار 6 بدائل. طبعا من لم يكن على ممارسة
بهذه المصطلحات ربما يصعب عليه تصورها بشكل تام، لكن هذه البدائل في خزائن البنوك والمصرفية الإسلامية طبعا يستخدمونها مثل شرب الماء، طبعا شرب الماء في غير رمضان، فهم يعني هذه عندهم يسيرة وسهلة يستخدمونها استخداما سريعا، وإن كنا نحن أحيانا في تصورها وشرحها نحتاج إلى يعني توضيح لها لأنها معقدة، وهذه طبيعة المشتقات المالية فيها نوع من التعقيد، فإذا ازداد عليها تركيب الوعود والتورقات والوعود الآجلة والمستقبلية ازدادت تعقيدا على تعقيد، فلذلك أستسمحكم عذرا في هذا الطرح، ولكن هذا الواقع اليوم وهذه البدائل الموجودة اليوم في المصرفية الإسلامية لمعاملة الصرف الآجل. ننتقل بعد ذلك إلى البدائل المطروحة لمعاملة ما يسمى الانترست ريت سواب أو ما يسمى بمبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة. طيب، المبادلة بين أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة قائمة على ثلاث بدائل مطروحة في المصرفية الإسلامية. ما هي المعاملة التقليدية أولا؟ المعاملة التقليدية أولا هي تجري بين طرفين، أحدهما يدفع سعر فائدة ثابت مقابل أن يحصل على سعر فائدة متغير، وهذا يكون إما تحوطا أو تربحا. التحوط أن يكون شخص قد التزم بسعر فائدة ثابت يريد أن يخرج منه إلى سعر فائدة متغير، فيقوم ببيع سعر الفائدة الثابت ويحصل على سعر الفائدة المتغير، أو العكس يكون شخص قد التزم بسعر فائدة متغير ويريد أن يخرج منه إلى الثابت فيقوم بدفع الثابت والحصول على المتغير، وهكذا. من الذي يحتاج إلى هذه المعاملة تحوطا؟ من دخل في عقد متغير تأذى منه، أو دخل في عقد ثابت فتأذى منه ويريد الانتقال إلى الصيغة الأخرى، فيقوم ببيع الثابت بالمتغير أو المتغير بالثابت. ما هو سعر الفائدة المتغير؟ هو سعر الفائدة الذي يسمى السايبر أو اللايبر المرتبط بالمؤشر، مؤشر الفائدة بين البنوك، والذي يتغير يوميا فيتفقان على أجل معين لتغيره، مثلا يقولون سايبر أو لايبر كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر أو سنة. كيف يجري الطرفان في المصرفية الإسلامية هذه المبادلة بين أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة؟ طبعا المبادلة بين أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة منعها مجمع الفقه الإسلامي سابقا باعتبار أنها نوع من الربا انضاف إليه نوع من الغرر، أما الربا فلأنها مبادلة بين نقدين مؤجلين، وأما الغرر فلأن أحدهما مجهول حين إجراء العقد. طبعا البدائل القائمة في المصرفية الإسلامية على البدائل عن معاملة الـ IRS اللي هي Interest Rate Swap تقوم على 3 أشكال. الشكل الأول مواعدة ملزمة من طرفين على أن يجري مرابحة أو وضيعة في كل يوم مبادلة مستقبلي. مبادلة السواب تختلف عن الفورورد السابقة، الفورورد هي معاملة واحدة، أما السواب فهي سلسلة معاملات آجلة، فيتفقان على مبادلة بين سعر فائدة ثابت وسعر فائدة متغير كل 3 أشهر لمدة مثلا 3 سنين أو 5 سنين. فإذا كانت 5 سنين واتفقوا على 3 أشهر فمعنى ذلك أنه سوف يجري هناك 20 مبادلة، كل سنة 4 مبادلات لمدة 5 سنين، هذه 20 مبادلة. كل يوم مبادلة مستقبلي يدفع الطرف الأول فائدة ثابتة ويدفع الطرف الثاني فائدة متغيرة. البديل القائم على المواعدة الملزمة، يتفق الطرفان في اليوم الأول على أن يجري 20 مرابحة أو وضيعة في كل يوم مبادلة مستقبلي. ما هو ربح المرابحة أو ما هو خسارة الوضيعة؟ يقولان فلننظر إلى معاملة interest rate swap أو معاملة مبادلة تقليدية وننظر ربحها أو خسارتها في كل يوم مبادلة مستقبلي. فإذا صار هذا الطرف الأول ربحان في يوم المبادلة الأول $100، نجري معاملة مرابحة هنا مقدار ربحها $100. الطرف الثاني، الطرف الأول في اليوم المبادلة الثاني والثالث والرابع نفترض أنه خسران $100، نجري معاملة وضيعة بخسارة $100، وهكذا. فيجرون معاملة مرابحة أو وضيعة تكون حالة لا مؤجلة
في كل يوم مبادلة مستقبلية بناء على وعد ملزم من الطرفين بالدخول في هذه المعاملة، بالدخول في 20 معاملة بالأصح. فهذا باختصار البديل الأول، وهو القائم على مواعدة ملزمة من طرفين على إجراء معاملة مرابحة أو وضيعة في كل يوم مبادلة مستقبلية. البديل الثاني يقوم على نفس فكرة البديل الأول، إلا أنه بدل أن يكون مواعدة ملزمة من الطرفين يقوم على مبدأ الوعدين المتقابلين اللذين سبق شرحهما في معاملة الصرف الآجل. البديل الثالث يقوم على إجراء معاملتي تورق، تورق أول وتورق عكسي، يكون نتيجة الأول دفع دين بربح ثابت، ويكون نتيجة التورق الثاني دفع دين بربح متغير. كيف نصل إلى التورق العكسي بربح متغير؟ يوصل إليه عادة من خلال عدد من الوسائل. الوسيلة الأولى إما إجراء التورق بربح متغير، وهذا قد أجازه بعض الناس، والطريقة الثانية إجراؤه بربح ثابت ثم الخصم في كل يوم دين ما زاد عن مؤشر التورق، وبالتالي نصل إلى تورق متغير، وإما من خلال سلسلة تورق وهو ما يسمى التورق الدوار، وهو ينتج لنا تورقا بسعر متغير. هذه البديل الثالث لمعاملة الآيرس كما هي مطبقة في المصارف الإسلامية. طيب، هذه 6 بدائل للصرف المؤجل وثلاث بدائل لأسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة. نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى البديل العاشر بعد 6 والـ3، وهو البديل المطبق لعقود الخيارات. عقود الخيارات يكون الالتزام فيها من طرف واحد، بخلاف عقود الآيرس والفورورد وهي عقود المستقبلية وعقود المبادلات، هذه يكون فيها التزام من طرفين. لذلك دائما تكون قائمة على مواعدة ملزمة من طرفين، أو وعدين متقابلين من طرفين، أو معاملتي تورق من طرفين، لأن معاملة التورق تنتج التزاما على المدين. فإذا صار معاملتي تورق أنتجت التزامين، الوعدين المتقابلين أنتجت التزامين، المواعدة الملزمة من طرفين أنتجت التزامين. أما عقود الخيارات الأوبشن فلا نريد مواعدة ملزمة ولا وعدين متقابلين ولا تورقين، لأن عقود الخيارات قائمة على التزام من طرف واحد، فلذلك يكفي فيها الوعد الملزم من طرف واحد، إلا أن هذا الوعد الملزم له قيمة يباع بها ويشترى. فيباع هذا الوعد الملزم بقيمة وهي ما يسمى في المصرفية التقليدية Option Premium، أي ثمن عقد الخيار أو ثمن الالتزام الذي يقدمه الطرف الآخر، فيشتري وعدا ملزما بالدخول في معاملة مرابحة مستقبلية يكون ربحها مؤشر الخيار الذي اتفقوا عليه. هذا باختصار ما يتعلق بهذه البدائل العشرة، وإن كان حقيقة تفصيلها يعني أو شرحها بالأمثلة والأرقام يحتاج إلى وقت يعني أطول من هذا وأوسع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما فيه الخير والصواب. هذه البدائل العشرة منتشرة في المصرفية الإسلامية في العالم كله، وأي خزينة عندها مصرفية إسلامية ترى جواز الوعد الملزم أو الوعد الملزم من طرفين أو المواعدة الملزمة أو التورقات أو غيرها، فإنها في الغالب لا تكاد تخلو من هذه المعاملات. أي بنك دخل في عقود المشتقات عموما التقليدية فإنه يستخدم هذه العقود في المصرفية الإسلامية. لذلك هذه البدائل المنتشرة انتشارا واسعا لا نكاد يعني نتصور. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. هذا التصور فقط، والحكم نتركه فيما بعد لاحقا لمشايخنا الفضلاء.